بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، خفايا عالم الجن، هذا العالم موجود من حولنا، ماذا يجب علي أنا كمؤمن أن أعرفه حول هذا العالم؟ عالم فيه الخير والشر، هل يستطيع الجن أن يضرني أو يضرك؟ هل يستطيع الجن أن يسيطر على الإنسان ويتحكم به؟ هل يستطيع الجن أن يتلبس بالإنسان فيفقده القدرة على اتخاذ القرار فيصبح أسيرا لهذا الكائن الخفي؟ لماذا لا نرى الجن؟ لماذا سلط الله عالم الجن على عالم الإنس وليس العكس؟ هل أمرنا الله أن نتعرف على هذا العالم وأن نتجنب الشر الذي فيه؟ أسئلة كثيرة جدا أيها الأحبة تدور في ذهن أي إنسان. هذه التساؤلات سوف نجيب عنها اليوم إن شاء الله، طبعا من وراء هذه الطبيعة الجميلة التي خلقها الله. فيقال أيها الأحبة، أو النبي عليه الصلاة والسلام أنبأنا أن عرش إبليس على الماء في البحر. ما لماذا في البحر؟ لماذا ليس على البر؟ ماذا يوجد في البحر؟ ماذا يوجد في ظلمات البحر؟ الحقيقة أنا سأبحر معكم اليوم في عالم الجن وخفاياه وأسراره بناء على القرآن الكريم والسنة المطهرة. لن نتحدث بأي خزعبلات أو أي كلام فارغ، سندعم بحثنا اليوم ولقاءنا هذا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. أول شيء أيها الأحبة، عالم الجن خلق قبل الإنسان، هذا ما يجب أن تعلمه أول شيء. يعني أنت أيها الإنسان تعتبر مخلوقا حديثا، الجن سبقك بسنوات طويلة قبل سيدنا آدم، يعني إبليس كان موجودا قبل سيدنا آدم. فعندما خلق الله آدم من تراب كان الجن يراقب هذه العملية، وكان زعيم الجن في ذلك الوقت اسمه إبليس لعنه الله. هذا المخلوق الذي لديه قدرات عجيبة بنفس الوقت كيده ضعيف، كان يقول هذا الإبليس إذا أمر الله الملائكة بالسجود فلن أسجد لمخلوق أقل مني، لأن طريقة خلق الجن خلق من نار. الجن أيها الأحبة خلق من نار، والنار عنصر قوي جدا، حارق، عنصر حارق، حرارة واللهيب وكذا، ويعذب بالنار أيضا، وسنشرح ذلك إن شاء الله. فهذا الكائن كان يتوعد لسيدنا آدم، أنا أحبك أخي الحبيب أن تعلم هذه الحقائق لتعرف من يعيش حولك، من يرافقك حتى في دورة المياه وفي الحمام، من يكون في غرفة نومك هو يعيش معك، كيف نتجنبه، كيف نتخلص من شره وضرره. هذا هو موضوع اليوم أيها الأحبة الذي أحببت أن يتابعه الأحبة الكرام، لنحذر من هذا المخلوق ونغير حياتنا، لأن وساوس الشيطان أيها الأحبة قد تكون سببا في قلة الرزق، قد تكون سببا في التفريق بين الرجل وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. مشاكل الطلاق اليوم 40% نسبة الطلاق، وأكثر من 90% من البيوت فيها مشاكل زوجية سببها الشيطان.
فإذا ما تعرفت على أساليب هذا الشيطان، هذا الكائن الذي عرشه على الماء أو على البحر، ستكسب الكثير وتتجنب الكثير من المشاكل والمصائب. هذا الكائن الشرير إبليس كان يتوعد لأبينا آدم قبل أن يخلق، عندما علم أن هناك كائنا سيخلقه الله من الطين ومن الماء، اعتبر إبليس أن آدم أقل منه، وبالتالي الله عز وجل عندما خاطب الملائكة ماذا قال؟ وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. بشر له طبيعة مادية ملموسة، الجن طبيعته غير مادية، الترددات الضوئية والحرارية والإشعاعات هذه ليست ملموسة، والجن قد يكون نوع من هذه الأنواع ولكن لا يمكن قياسه أو معرفته أو التعرف عليه على الأقل حتى الآن يعني. فالإنسان له طبيعة التراب والماء، فكان يتوعد ويقول أنا لن أسجد لهذا المخلوق. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. الآية الأخرى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، هذا قبل أن يخلق آدم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. بمجرد أن خلق سيدنا آدم ونفخ فيه من روحه الملائكة بلا استثناء سجدوا سجود تكريم وليس سجود عبادة، فالملائكة فهموا أن هذا مخلوق مكرم، يجب أن نستجيب لأمر الله ونسجد له تكريما وليس عبادة. إبليس المخلوق من النار كان من الجن ففسق عن أمر ربه، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجن خلقناه من قبل من قبل قبل الإنسان يعني من نار السموم، نار سامة، نار مليئة بال يعني مثل أنت عندما تشعل نار في البيت لتطبخ عليه هذه نار عادية، ولكن هناك نار فيها سموم وفيها عناصر حارقة وعناصر يعني مثل اليوم تقول انفجار نووي مثلا، يولد هذه الإشعاعات والنيران التي تحرق الناس على بعد 100 كيلومتر مثلا. هذه النار أو شبيهة بها خلق منها إبليس، فكان لديه طبيعة نارية، فعندما سأله الله قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين، وفي آية أخرى خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب هذا الكائن الغبي حقيقة لم يفهم أن السجود لا يجوز إلا لله، سجود العبادة، ولكن هذا سجود تكريم، أراد الله أن يكرم هذا المخلوق، هذا الكائن العجيب الذي هو إنسان أو بشر. فكانت النتيجة أن إبليس استكبر وامتنع وأبى، هنا طرده الله من الجنة. أخي الحبيب، هذه القصة ينبغي أن تضعها في رأسك لتعلم بداية المشكلة، جذور المشكلة. نحن الآن نعيش النتائج، نحن الماسونية اليوم والإلحاد الذي يضرب العالم، هذه نتائج عمل إبليس، هي نتائج، يجب أن نعود إلى الجذور لنعلم كيف بدأت القصة. فعندما طرد إبليس من الجنة قال له الله فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. طيب هنا موقف أيها الأحبة،
كان بإمكانه أن يقول: يا رب تبت إليك، والله هو التواب يقبل توبته، لم يتب بقي مستكبرا. بل لم يكتفي بذلك، قال: لأضلنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ما هذا الكائن الحقير، كائن شرير، كائن يتربص بك أيها الإنسان من كل جانب. يعني أنا الآن أجلس، هناك شياطين تتربص بي ولكن كيده ضعيف. أنا فهمت هذه المعادلة من القرآن منذ زمن. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال: فقاتلوا كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فقاتلوا، أنا أول مرة أنا الآن أقول لك هذه الآية، وحقيقة أنا لم أنتبه لها في حياتي، قرأتها وحفظتها مئات المرات، ولكن أول مرة استحضر كلمة فقاتلوا. لماذا فقاتلوا؟ القتال يكون في الحرب. طب هل نحن في حرب الآن؟ نعم نعم أحبتي في الله، أنا وأنت الآن في حرب مع إبليس، فيجب أن تكون أنت المنتصر وليس هو. فقاتلوا كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لم يقل ادفعوا كيد الشيطان، اهربوا من كيد الشيطان، لأن الشيطان ملتصق بك. لم يقل لا تستجيبوا للشيطان، لا، قال فقاتلوا كيد الشيطان. إذن أنت في حرب وقتال، والعدو الذي أمامك هو الشيطان. هذا العدو أخي الحبيب يريد أن يحاربك ويؤذيك ويقاتلك، فيجب أن تقاتله. طيب أنت عدو لا ترى، هذا نوع صعب من القتال. أنا عدو لا أراه، كيف أقاتله؟ الله عرفني على أساليب هذا الكائن. قال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تصور أن عدوا موجود لديك في البيت. لا أريد أن أقول لك عدو مثل اليهود على بعد آلاف الكيلومترات، لا، أقول لك تصور عدو يتربص بك وموجود في غرفة نومك، ماذا تفعل؟ ولا تراه، أنت لا تراه. فهنا أيها الأحبة، القرآن علمنا كيف نحذر من هذا الكائن، فقص علينا جذور المشكلة لنفهم القضية. فقاتلوا كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بالمقابل قال للنساء على لسان العزيز، عزيز مصر، عندما خاطب زوجته وقال: إن كيدكن عظيم. كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، لأن النساء هي أيضا فتنة، النساء هي أيضا جزء من مشاكلنا نحن اليوم أيها الأحبة. بيوت كثيرة خربت بسبب علاقات غير مشروعة، سواء من الرجل أو من المرأة يعني. طيب فقاتلوا كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن أول آية تطمئنني أن العدو الذي أمامي ضعيف. الآية الثانية ماذا قال الله تعالى؟ قال لإبليس عندما قال له: لأغوينهم أجمعين، لأضلنهم، لأغوينهم، لأفعلن كذا، لأفعلن كذا، لآمرنهم كذا، فلا يغيرن خلق الله. لا، احتار هذا الإبليس ماذا يفعل من غيظه وشدة حقده على سيدنا آدم، وسيدنا آدم لم يسئ له. يعني الكارثة أيها الأحبة، آدم ماذا فعل الإبليس؟ يعني أنا الآن من بني آدم، ماذا فعلت لإبليس؟ هو هكذا المعادلة، هكذا الدنيا، هكذا الاختبار، هكذا الابتلاء. فالله قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله، هذه آية تنسف بها كل الادعاءات التي تقول إن الشيطان يستطيع أن يسيطر ويتلبس الإنسان، وتنسف كل هذه الادعاءات. إن
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن إذا أردت أن تحارب وتقاتل كيد الشيطان كن عبدا مخلصا لله، لأن إبليس ماذا قال له؟ لأضلنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، الذين لديهم إخلاص، وأنت تخلصهم من هذا الضلال. طيب، إلا عبادك منهم المخلصين، إذن الإخلاص هنا أخي الحبيب يعني أن تتوجه بعبادتك خالصا لله عز وجل، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إذن الإخلاص هو أقوى سلاح تواجه به الشيطان والجن وهذا العالم كله. النبي عليه الصلاة والسلام فهم هذه الآيات، لذلك عندما جاءه أعرابي قال يا رسول الله أوصني ولا تكثر. رجل أعرابي بسيط لا يستطيع أن يحفظ. اليوم لو ذهبت إلى الفقهاء وقلت لهم ما هو الدين ما هو الإسلام سيقول لك اقرأ مجلدات في الفقه والحديث وكذا. النبي لخص له الدين بكلمة واحدة، كلمة واحدة فقط، قال له أخلص دينك لله يكفك العمل القليل. 6 كلمات فقط. أخلص دينك أي عبادتك لله يكفك العمل القليل. إذن السلاح رقم 1 هو الإخلاص أخي الحبيب، بنص القرآن وبنص السنة النبوية المطهرة. طيب، سيدنا آدم هنا لم يتركه إبليس، طرد إبليس من الجنة، لم يستطع العودة إليها لأنه قرار إلهي، هذا ليس قرار بشري. تطرد إنسان من الباب يدخل من النافذة أو من فوق السور، لا. قال فاخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. إبليس ذريته من الشياطين، يعني أبناء إبليس اسمهم الشياطين، وهؤلاء الشياطين يتكاثرون أيضا تماما مثل الإنس، ولديهم طعام ولديهم حياتهم الخاصة ولديهم الزنا ولديهم الفاحشة ولديهم يكفرون، ولكن هم لا يوجد فيهم ذرة إيمان، الإيمان نزع منهم تماما. الشيطان هنا لم يكن ممنوعا من دخول الجنة، الجنة حظرت على من؟ على إبليس فقط، أنه هو الكبير كبيرهم وزعيمهم. الشيطان كان يستطيع أن يدخل الجنة لأنه لم يرتكب ذنبا، الشيطان يعني لم يرتكب شيء، لم يقل الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا الشيطان، لا، قال إلا إبليس في كل القرآن. انتبهوا أحبتي في كل القرآن إلا إبليس، كل القرآن. هنا أيها الأحبة عندما طرد إبليس من الجنة أرسل الشيطان بدلا منه، يعني هو مصر على الإغواء، لم يكتفي بأنه طرد، لا، يريد أن يغوي سيدنا آدم. سيدنا آدم عرضه الله لاختبار، أول اختبار للبشرية، ألا يأكل من هذه الشجرة، كل ما شئت. وثمار الجنة في ذلك الوقت كانت جنة في السماء وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وفيها الماء العذب وفيها الراحة النفسية وفيها الظل وفيها، لا يوجد فيها مرض، لا يوجد فيها فيروس أو ميكروب أو أي شيء أو بكتيريا ضارة أو شر. جنة مثالية، ولكن اختبار بسيط، يعني لديك 500,000 شجرة كل منها إلا هذه الشجرة. هنا دع
دخل الشيطان من هذا المنفذ، دخل إلى الجنة فوسوس إليهما الشيطان. في القرآن كله الذي يوسوس في الجنة هو الشيطان وليس إبليس أيها الأحبة. لذلك أنا هنا سؤال تعرضت له ذات مرة، كيف استطاع إبليس بعد أن طرد من الجنة أن يدخل ويوسوس؟ لا، إبليس لم يدخل، طرد وانتهى الأمر، انتهى أمره، أصبح يقود الشر من بعيد. مثل اليوم عندما تطرد شخص من مكان لص يذهب ويقود الشر من بعيد، هكذا إبليس. فدخل الشيطان وسوس إلى أبينا آدم، قال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يعني سيدنا آدم هنا صدق الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أقسم لهما بالله. سيدنا آدم طبعا لم يكن يتصور أن أحدا يقسم بعزة الله كذبا، يعني أقسم له بالله لم يكن يتصور، صدقه. فأكل من الشجرة هو وأمنا حواء فبدت لهما سوآتهما. هنا سيدنا آدم كان عليه عندما خلقه الله ألبسه لباسا من الجنة، كان لباس طبيعي أيها الأحبة، مثل اليوم يعني أنت عندما تلبس لباس هذا مصنوع، اللباس كان طبيعيا، يعني خلق مع سيدنا آدم. فعندما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وأدركا أن هذه السوءة ظهرت، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى. إذن اتبع الشيطان وعصى ربه، هذا أول اختبار لسيدنا آدم لم ينجح فيه للأسف، عصى ربه. ولكن سيدنا آدم طبيعته البشرية الماء والتراب، الهدوء، البرودة، جعلته يسرع ويقول قالا ربنا ظلمنا أنفسنا. آدم وحواء على الفور قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله هو التواب أيها الأحبة. لذلك أنا أقول هنا أخي الحبيب، والله لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر، ثق تماما بمجرد أن تقول يا رب يغفرها الله لك ولا يبالي، لا تيأس. فهنا اجتبى ربنا سبحانه وتعالى سيدنا آدم وتاب عليه وهداه، ولكن قال له هنا في الجنة ليس لك مكان، لأن هذه الجنة لا يجلس فيها من يعصي أمر الله. إبليس طرد لأنه استكبر، وسيدنا آدم هو لم يطرد ولكن قال اهبطوا اخرج. نزل سيدنا آدم إلى الأرض ليجد المعاناة، يجد الأمراض، يجد حرارة الشمس، يجد الضيق، يجد يجب أن تعمل لتأكل. في الجنة لا، الطعام جاهز، الثمار جاهزة. فبدأت رحلة الصعوبات، وبدأ سيدنا آدم طبعا بإنجاب الأولاد إلى آخره. وهنا بدأ إبليس من عرشه على الماء على البحر يرسل سراياه من الشياطين ليغوي الناس ويدخل أكبر عدد منهم معه في نار جهنم، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال له؟ قال وإن جهنم لموعدهم أجمعين، الإنس والجن. يخاطب إبليس هنا في هذه الآية أيها الأحبة، عندما رفض السجود قال له وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، كل أبواب اختصاصات. فهنا الملك سبحانه وتعالى أعطى فرصة لإبليس أن يتوب، لم يتوب، أعطى فرصة لآدم تاب، تاب عليه.
بدأت رحلة معاناة البشر مع إبليس، وبدأ الشيطان يضل ويغوي، يأمرهم بعبادة الأصنام، يأمرهم بالسجود للشمس، يأمرهم بعبادة الماء، يأمرهم بالقتل، بسفك الدماء. انظروا اليوم أيها الأحبة، الحروب، الطغيان، انتشار الفاحشة، الأفلام الإباحية، الخمر، الظلم، قتل الناس، يقتلون الناس من أجل لا شيء. وراء كل هذه الأحداث المدمرة هو إبليس لعنه الله. ومن هنا أيها الأحبة تبرز خطورة هذا الكائن الخفي الذي أخفاه الله عنا. لماذا أخفاه؟ رحمة بنا، لأننا أيها الأحبة لو قدر لنا أن نرى الأعداد الهائلة من الشياطين وأشكالها المرعبة وما تقوم به من سلوك فاحش لأصبحت حياتنا تعيسة، لكرهت حياتك. لذلك أخفى الله عنك هذا الشيطان. قال سبحانه وتعالى: إنه، أي الشيطان وإبليس وذريته، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لذلك إخفاء الشيطان عنا رحمة بنا. الله لا يريد لك أن ترى إلا المناظر الجميلة. كذلك الله أخفى عنا الموجات تحت الحمراء. نحن نرى الضوء ضمن مجال محدد من اللون الأحمر إلى اللون البنفسجي، 7 ألوان. الأشعة تحت الحمراء لو قدر لنا أن نراها سنرى عالم من الضباب. يعني أنا يدي الآن تبث أشعة تحت حمراء درجة حرارتها 37، لا أراها. لو كنت أراها ستتشوش الرؤية بشكل، لن أستمتع بهذا المنظر الجميل مثلا يعني، ولن نتمكن من التواصل مع بعضنا. لذلك الله كرمنا وقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا الأمر أخي الحبيب يجب أن تنتبه له، أن هناك عدوا يتربص بك يريد أن يدخلك في نار جهنم. من الآخر يعني، عدو موجود في بيتك يريد أن يجعلك ترتكب الفاحشة، يريد أن يفرق بينك وبين زوجتك، يريد أن يدمر حياتك. طب أنت تجلس تتفرج على التلفزيون ومقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي وتتحدث في أحاديث تافهة تتعلق بالغلاء والوباء وشيء لن تستطيع تغييره يعني، وتترك هذا العدو يجلس. يجب أن تطرده. السلاح رقم 1 قلنا هو الإخلاص. طيب السلاح رقم 2 ما هو؟ السلاح رقم 2 أيها الأحبة هو الطهارة، وسأحدثكم عن هذه الطهارة حديثا رائعا إن شاء الله. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول عن الطهارة: إنها نصف الإيمان، يعتبرها نصف إيمان المؤمن. وأسوأ ما يسيء الشيطان طهارة المؤمن. الشيطان لا يحب الطهارة، الشيطان يريد الفاحشة والنجاسة. لذلك تجده في أماكن الفاحشة، أماكن النجاسات، أماكن الظلم، أماكن الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن الشيطان يستطيع أن يمس الإنسان ويتلبس به، ولكن أي إنسان؟ الذي يتبعه. إنما سلطانه على الذين يتولونه، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. يعني انظر أخي الحبيب، لا تقنعني
أن هناك إنسان مؤمن مخلص طاهر يستطيع الإنسان الشيطان أن يقترب منه؟ لا يستطيع، ليس له سلطان، إلا طبعا ما شاء الله، قد يقترب لحكمة ويكون فيها خير لهذا المؤمن. طيب، كما حدث لسيدنا آدم، سيدنا آدم مؤمن وهو أبو البشر وأبو الأنبياء وأول الأنبياء، ولكن أغواه الشيطان لحكمة الله أعلم بها سبحانه وتعالى. لذلك الطهارة هنا يكرهها الشيطان. لذلك في قصة لوط، انتبهوا أحبتي في الله، ماذا قال قوم لوط؟ كانوا يحبون النجاسات والشذوذ الجنسي. والشذوذ الجنسي أن رجل يأتي رجلا في مكان النجاسة، شيء يعني شيء سيء جدا ومليء بالأمراض. ونحن نعلم أن الشذوذ الجنسي اليوم يسبب الكثير من الأمراض المنقولة جنسيا المستعصية، مثل السيلان والزهري والإيدز وغير ذلك. طيب، ماذا قال قوم لوط لسيدنا لوط؟ قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. طيب لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. من الذي كان يحرك قوم لوط؟ إبليس لعنه الله. طيب الآن أخي الحبيب، عندما تتطهر أنت تسلك طريق الأنبياء، وأنت تدرأ عنك 50% من شر الشيطان. عندما تكون على ما هي الطهارة؟ إذا أصابتك الجنابة اغتسل على الفور، وحاول أن تكون متوضئا باستمرار. اليوم الماء متوفر في كل مكان. الوضوء سلاح رقم 2 ضد الشيطان، الصلاة والوضوء. سلاح 3 هو الصلاة والاستعاذة بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن أخي الحبيب، الاستعاذة بالله أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما الاستعاذة بالله. إذا أراد أن يدخل إلى الحمام أو إلى الخلاء أو إلى مكان دورة مياه أو ليقضي حاجته، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا أراد أن يأتي أهله يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذا طلع عليه اليوم: اللهم إني أعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما خلق له، وأسألك خيره وخير ما خلق له. إذا دخل إلى السوق يستعيذ من شرها. دخل إلى المسجد ليبدأ الصلاة يستعيذ بالله من الشيطان. أراد أن يقرأ القرآن يستعيذ. كل أعماله استعاذة، سبحان الله. طيب نحن كم مرة نستعيذ بالله من الشيطان؟ كم مرة أنت فكرت عندما تغضب أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ألا تذكرون ذلك الرجل الذي غضب كثيرا وأراد النبي أن يعلمه كلمة لو قالها ذهب عنه هذا الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ إذن الاستعاذة تعالج الغضب، لأن الغضب من الشيطان. يعني الإنسان يكون جالسا مع زوجته بكل هدوء، تحدث ملاسنة بينهما من أجل شيء تافه، تتطور ويحدث هذا التفريق والشقاق والحياة التعيسة، وقد يرتكب الزوج جريمة أو الزوجة، أو يذهب ليرتكب الفاحشة، أو تذهب هي لتؤذيه أو كذا. طيب من هو السبب الحقيقي؟ الشيطان، هذا الذي نحن غافلون عنه. كل معصية وراءها شيطان. لو كان الشيطان غير موجود الإنسان لا يعصي الله. لو تركت الإنسان لفطرته
يعني سيدنا آدم لو سكن في الجنة مليون سنة لم يعصي الله، الشيطان هو الذي جعله يعصي. فهنا قصة سيدنا آدم عندما أغواه الشيطان، أخي الحبيب، هذه لنتعلم منها أن كل معصية وكل مشكلة وراءها شيطان. فيجب أن تنتبه لهذه القضية الخطيرة، وألا تضيع نفسك من أجل شيطان تافه أنت لا تراه ولا تسمعه، ولكنك ترى نتائج أعماله المدمرة، أعماله الفاحشة. لذلك أحبتي في الله، أنا بالنسبة لي أنا دائما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في معظم عندما أنسى أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، عندما أرى شيء سيء فيه معصية أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، عندما يصيبني المرض أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن المرض وراءه إبليس أيضا. يعني انظروا أيها الأحبة، سيدنا أيوب ماذا قال عندما مرض؟ هل قال يا رب أصابني المرض فاشفني؟ لا، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وفي آية أخرى إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. النصب هو التعب والمرض. يا رب الشيطان مسني بنصب وعذاب، يعني أريد أن أتخلص منه. فكثير من الأمراض يكون سببها عين حاسد أو سحر معين أو شيطان يوسوس لك ولمن حولك ونحن لا ندرك ذلك. نذهب إلى الطبيب لا يستطيع أن يعالج لك مسا من الشيطان. علاج هذا المس أن تذهب وتتوضأ وتغير حياتك وتخلص في عملك. إذا كنت تأكل الربا تتخلص منه، لأن الشيطان يتخبطك من المس. كثير من الأمراض التي نعاني منها اليوم سببها الربا أيها الأحبة، ما رأيكم؟ هل فكرت أخي الحبيب أن تعالج أمراضك بترك الربا إذا كنت تأكل الربا؟ هل فكرت أن تعالج مشاكلك في البيت بالإخلاص لله في عبادتك؟ هل فكرت أن تعالج أمراضك بالوضوء مثلا؟ لذلك الله سبحانه وتعالى، انتبه أخي الحبيب، علمنا أساليب الوقاية والحماية من هذا الشيطان، وقال لك إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال لك أيضا علمك أساليب الوقاية والحماية: الطهارة، الصلاة، الاستعاذة، ذكر الله. قال تعالى: ولذكر الله أكبر، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. لذلك أنت الآن عندما تذكر الله سبحانه وتعالى إنما تغيظ الشيطان. الشيطان ينزعج كثيرا من ذكر الله، يهرب عندما يسمع الأذان، الشيطان يتولى. هل فكرت أن تضع على موبايلك الأذان وتكرره وتضعه هكذا تستمع له لمدة ساعة ساعتين يتكرر ليهرب هذا الشيطان؟ هل فكرت أن تحفظ آيات محددة يكرهها الشيطان ويهرب منها؟ هذا أيها الأحبة ما سوف نتناوله في اللقاء القادم من هذه السلسلة. الحقيقة لأن الأسئلة التي طرحناها أسئلة كبيرة لا نستطيع أن نجيب عنها بدقائق أو بساعة أو ساعة. هذا الموضوع يحتاج إلى سلسلة نتعرف فيه على أساليب أكبر عدو لك على الإطلاق. العدو الذي يجلس معك في الطعام وفي غرفة نومك ويدخل معك إلى الخلاء حيث الملائكة لا تدخل، هو يدخل، قذر، مخلوق قذر. إذا تعلمت فن قتال هذا الكائن صدقني ستتغير حياتك 180 درجة. إن شاء الله في اللقاءات القادمة
سنحاول أن نتعرف على أساليب الشيطان في الإغواء وكيف نتجنبها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم هذا الكائن. وتذكروا دائما هذه الآية: في حالة الخوف إذا خفت من شيء قل 7 مرات، احفظ رجاء عدة كلمات، احفظها كما تحفظ اسمك. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. 7 مرات وسيختفي الخوف ويختفي القلق، لأنك التجأت واستعذت بالملك. ما معنى أعوذ؟ أي ألتجئ وأحتمي وأسأله أن يحفظني. والله سيعيذك إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا جميعا من شر الشيطان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.